ازيكم يا شباب، اهلا بكم في فيديو خاص بالريدمي كي 20 العادي وليس البرو، لان للاسف احنا قلنا النسخه البرو مش هتنزل مصر، خلاص قرار نهائي. اما النسخه العاديه فهتنزل مصر في اقول لك خلي التواريخ وبعد النزول والكلام ده كله في اخر الفيديو. انا عارف انت هتنط من دلوقتي على اخر الفيديو، براحتك. انا كان نفسي بصراحه اجيب النسخه الصيني علشان اقدر ان انا اعمل عنها المراجعه وتبقى الجهاز في ايدي وانا بتكلم، لان انا ما بحبش الاجهزه بتخش في ايدي وانا بتكلم، بحس بنوع من العجز. خلينا بقى من غير ما اطول بقى واشترك والكلام ده كله نخش في تفاصيل الجهاز على طول. بص، انا عملت من كام يوم كده فيديو عن الريدمي كي 20 برو، وان الجهاز او التصميم اللي انا قلته في الريدمي كي 20 برو هقدر اكرره في الريدمي كي 20 العادي، مفيش فرق في التصميم الخارجي. فعلا حرفيا من افضل الاجهزه في الفئه المتوسطه في الشكل. انت تاخد بالك كده تضارب من الجنبين، تحس كده ان هي شعله من النار على حسب اللون انت ماسكه، او برق لو اللون الازرق شعله من النار، واللون الاحمر صراحه الجهاز في الشكل ممتاز جدا، زائد ان بيجي عليه طبقه حمايه من نوع كون جوريلا جلاس الازرق الخامس، وش وظهر زجاج، فبصراحه الجهاز ممتاز. طيب يا شباب، ده كان بالنسبه للتصميم. تعال بقى نتكلم عن الوجه الخارجي للجهاز او ايه اللي بالجهاز بقى، ونتكلم عن الواجهه. الجهاز اللي بيجي بشاشه كامله، لا نوتش ولا خروم ولا اي حاجه، مفيش اي ابن لذينه، الشاشه ابيض، شاشه كامله بدون حواف، يعني ولا حتى بازل هنا ولا لا، مفيش خالص. شاشه تحس ان هي معديه 90% من استحواذ للشاشه، ده شيء ممتاز. زائد ان الكاميرا هنا بتيجي سلايدر بوب اب، نفس الفكره خلاص الموجوده في فيفو وفي 11 برو، الشركات كلها خلاص هتجي نفس الاتجاه ده. ولو تلاحظ ان في فيديو انا اتكلمت عنه هيظهر لك على القناه ده فوق، ان اوبو صنعت هواتف المستقبل، خلاص اوبو استنت عن موضوع السلايدر وعملت الكاميرات تحت الشاشه. انا مش عايز اتكلم كتير عن الفيديو ده، لو انت حابب تعرف اكتر عن التليفون دوت اطلع شوف من العلامه تظهر عندك فوق. اما عن الشاشه فهي الشاشه بتيجي سوبر اموليد، خلاص الكلام كده وقف، سوبر اموليد نقاء الوان ما تشبع، ما بتتكلمش، ما تديش مساحه انك تتكلم عن شاشه سوبر اموليد لان هي غنيه عن التعريف. تعال بقى نتكلم عن الحمايه، وهي بتيجي بفيس انلوك ده اكيد طبعا، زائد بصمه تحت الشاشه مدمجه تحت الشاشه، نفس اللي كانت موجوده كده في الجهاز الاي 50 ونفس الاجهزه اللي في الفئه السعريه دي. فهنا بيديك شاشه سوبر اموليد زائد بصمه تحت الشاشه. انا عارف ان في ناس كتير تقول لي ايه الكرييتيف اللي موجود في الموضوع، ما انت عندك الاي 50 هي سوبر اموليد بصمه تحت الشاشه، سوبر اموليد بصمه تحت الشاشه. ولكن خد بالك ان في فيديو ان شاء الله هتعمل مقارنه بين الاجهزه دي، هتلاقي ان في فرق بين السرعه دي والسرعه دي. انت عندك شركه شاومي او ريدمي بتقول ان البصمه تحت الشاشه بتيجي من الجيل السابع، انا بصراحه مش عارف الاجيال اللي فاتت دي ما سمعناش عنها خالص، ولكن كاداء سرعه فائقه. خلينا بقى معلم نتكلم عن الكاميرات. اول كاميرا بتيجي بدقه 48 ميجا بكسل بفتحه عدسه 1.7. اما عن الكاميرا الثانيه فهي بتيجي بدقه 8 ميجا بكسل زوم اكس 2 بصري، ما بتفقدش اي حاجه من تفاصيل الصوره لخطوتين، اما العشر خطوات فبعد كده بتبدا انك تفقد من تفاصيل الصوره، ولكن زوم بصري اكس 2. اما الكاميرا الثالثه فهي بتيجي بدقه 13 ميجا بكسل، والكاميرا دي وايد انجل، بتيجي بزاويه اكتر من 123 درجه تقريبا. اما عن الكاميرا الاماميه فاتكلمنا عنها في الحمايه وقلنا ان هي بتيجي اف 2.2 بدقه 20 ميجا بكسل. الجهاز هنا بدا من تصوير فيديوهات بدقه 4K وبدا من تصوير بطيء 960 فريم في الثانيه الواحده. وهنا في نقطه ان في تصوير في البطيء في الريدمي كي 20 غير التصوير البطيء في الريلمي 3 برو، دي انا لاحظتها، يعني انت تاخد بالك ان هنا فعلا في تفاصيل وفي فريمات باينه قوي ان قدامك ان ده فيديو بالحركه فعلا، وفي تفاصيل في حركه بطيئه. اما في الريلمي 3 برو فتحس ان في فيديو بالحركه البطيئه. وكل طبعا ان شاء الله يظهر في المقارنه اللي بين الريدمي كي 20 والريلمي 3 برو، لذلك لو انت مش مشترك طبعا تنزل تشترك عشان يجي لك شعار بالفيديو ده. اما بقى عن الاداء، ودي اهم حاجه في الاجهزه طبعا دلوقتي اللي بيحبوا الالعاب والكلام ده كله، فهو بيجي كوالكوم سناب دراجون 730، وده اعلى من الموجود في الريلمي 3 برو 710 ده 730، زائد ان المعالج الرسومي بيجي ادروينو 618، زائد ان بيجي بمعماريه 8 نانو متر، وده موفر جدا جدا للطاقه، زائد الاداء العالي جدا، زائد ان الجهاز بيدعم خاصيه التيربو 2.0، يعني هيديك افضل اداء ويخرج افضل اداء عند المعالج. يعني بص مجمع لك كل حاجه، يعني من الاخر يا جماعه الجهاز ده معمول للالعاب، هيشغل معاك ببجي الترا بقى براحتك، وهيشغل معاك الفورتنايت بصوره ممتازه جدا بدون تهنيج بدون تصعيد بدون اي حاجه من الكلام ده. بالنسبه بقى للبطاريه فيها بتيجي بسعه 4000 ملي امبير، زائد خاصيه الشحن السريع نوع تايب سي اليو اس بي، زائد المعالج الموفر للطاقه، يعني ثلاث حاجات كده في حاجه واحده، بطاريه قويه وعملاقه، شحن سريع، معالج موفر الطاقة، لا ممتاز ممتاز ممتاز. بالنسبة بقى للنسخة اللي هتكون موجودة إن شاء الله في مصر، فالنسخة 6 جيجا بايت رام ومساحة تخزين 64، وفي نسخة تانية 128
و6 جيجا بايت رام. اما عن العنوان اللي هتنزل اللي انا متاكد منها، لان في العنوان انا مش متاكد منها، فهو بيجي باللون الاحمر واللون الازرق. وهنا في خاصيه نسيت اتكلم عنها وهي الليد. الليد اللي موجود في الكي 20 بيبقى فوق الكاميرا حسب لون الجهاز. الليد ده بيدي ليد اشعار ساعه الشحن او الاشعارات، زائد ان اول ما الكاميرا بتطلع بيدي ليد مع طلوع الكاميرا، فبيديك حاجه يعني تحس كده ان شاومي مش حرماك من موضوع الليد. الليد موجود حتى في النوت 7 كان حاطين لك الليد تحت، اضاءات ضعيفه ولكن كان موجود، لان فعلا الليد ده بيفرق مع ناس كتير وصراحه انا واحد منهم. ده كان كل حاجه في عجاله سريعه جدا عن الجهاز اللي هينزل مصر ان شاء الله وهيكسر الدنيا بمعنى الكلمه، وبص هيحط على اي جهاز موجود في السوق في الفئه المتوسطه في فئه سعره. الجهاز ده سعره حوالي عامل $310 تقريبا، ولكن اكيد طبعا لما ينزل مصر الدنيا هتغلى شويه، تجار وجمارك وده، فما اعرفش بصراحه تسعيرته هتكون كام بالظبط، ولكن انا اتوقع ان هو مش هينزل عن 5000 ويمكن كمان يوصل لخمسة 500 تقريبا. انا ده توقعي للجهاز يعني، وللاسف لو نزل في السعر ده فهيبقى تعرف لو نزل تحت ال 5000 هيبقى عامل واجب صح معانا. الجهاز ده ينزل مصر باسم مي 9 تي، وده يعني مش 9 تي اللي هي، لا لا هو مي 9 تي، ده هيبقى اسمه في مصر يعني. ثم انت عارف لو ما لقيتش الكي 20 هتعرف ان هو ده الكي 20، بس هينزل باسم مختلف مش عارف ليه. اما بقى ميعاد نزوله فهو ينزل في اواخر شهر 7 ان شاء الله او اوائل شهر 8. وطالما هو يعني قلنا كده وعرفنا ان ده ميعاد نزوله، فاتوقع ان هو ينزل على اول 9، لان دايما بنقول التواريخ والمواعيد وبينزل بعدها بفتره. بس يا صديقي دي كان في عجاله للمعلومات اللي قدرت اقولها لك عن الكي 20. الجهاز فعلا اللي هينزل مصر حرفيا هيكسر الدنيا. لو بتفكر تشتري جهاز دلوقتي فانصحك انك تستنى، لان الجهاز ده ينزل قدامك خيارات كتيره متاحه، واعتقد ان ده هيكون اقوى واحد فيهم. وما تنساش الفيديو الخاص بمقارنه الكي 20 بالريلمي 3 برو. اتمنى ان شاء الله يقابلكم في فيديو جديد على خير. نتقابل ان شاء الله في فيديو جديد. سلام.